بيكم مشاهدينا في كل مكان، وحلقة جديدة وبرنامج بنت الأصول على شاشة قناة لوجوس. جرت العادة اللي احنا هنا في البرنامج بنتكلم عن الحياة الأسرية، الحياة النفسية والروحية، مهتمين جدا جدا بده، بس يمكن يكون في الفترة الجاية برنامجنا نهتم أكتر كمان يعني بجانب، مش أكتر بجانب الكلام عن الأسرة وعن الحالات النفسية والاجتماعية. لا، هنتكلم، ممكن ندخل كمان معانا أخبار لما تبقى مهمة وتبقى أخبار فعلا بتشغل رأي العام، وأخبار محتاجين نعرف إيه اللي حصل فيها. قضيتنا النهاردة أو الموضوع اللي هنتكلم فيه، ودي أول مرة تحصل في برنامج بنت الأصول اللي هنتكلم في أخبار، هنتكلم عن الطفل شنو ده، قضية الرأي العام اللي مش بس شغلت المصريين بالداخل بالخارج كمان، ويعني أثارت الكثير من الجدل في الصحافة العالمية مش بس الصحافة المصرية. لما أحب أتكلم كصحفية سابقة وك يعني ريبورتر سابق، أحب أتكلم مع حد موثوق فيه، حد عارفة وبيجيب الخبر إزاي وبيقول إيه. فطبعا النهاردة برحب جدا جدا بضيفي الغالي جدا والمحبوب والأخ والصديق نادر شكري الكاتب الصحفي. أهلا بيك معايا نادر. أهلا بيك كله، وسعيد جدا أن أكون على قناة لوجس ومعاك، يعني ويعني سعدنا بيك، ودايما يعني اشتغلنا كتير مع بعض. يعني انا بشكرك جدا يا نادر، انت لبيت الدعوه بسرعه جدا وما تاخرتش عني، ورغم ان بقالي سنين طويله ما اتكلمناش، يعني كاننا لسه كنا متكلمين امبارح. بجد انا بشكرك جدا. ربنا يخليك يا فل. اهلا بيك معايا نادر. نادر، قضيه شنوده قضيه يعني شغلت الراي العام وشغلتنا كلنا، وقضيه اثرت فينا الكثير من الحزن والكثير من الغضب في بعض الاحيان. محتاجه اعرف منك، يعني يمكن انا اكون عارفه بس مش عارفه طبعا كل التفاصيل، ممكن ناس تانية ما تبقاش عارفه احنا بنتكلم عن مين اصلا، ميبي، فمحتاجه نبذه بسرعه كده سريعه عن موضوع الطفل شنودة لمن لا يعرف او لا يعلم. سريعا، الطفل شنودة هو طفل عثر عليه في احدى الكنائس التابعه لبروشيه شرق السكه الحديد. الكلام ده كان في 2018، وأحد الكهنة أخذ هذا الطفل وأعطاه لأسرة، والدين يعني، لأن ربنا لم يعطيهم الإنجاب يعني. فهو كان مدام أمال والأستاذ فاروق، فأخذوا هذا الطفل بالفعل ويعني ضموه لأسرتهم أو لبيتهم لأنهم ما عندهمش أطفال، وعمدوه، تم تعميده يعني داخل الكنيسة، وعاش معهم حوالي 4 سنوات دون أي مشكلة. كان بالنسبة لهم يعني هو حياتهم كلها، لأنه يعني هم بعد ما سنهم كبر أنه ربنا يعطيهم هذا الطفل، فكان شايفين أنه ده تعويض من عند ربنا. حقيقة الأمور كان بيسير بشكل كويس إلى حين حصلت خلافات داخل العائلة، فأحد أفراد العائلة تقدم ببلاغ في ديسمبر 2020 ضد، وللأسف هو سيد قرابة قوية جداً بفاروق، يعتبر الشخص ده يعتبر هو خالها، فدي بلغ النيابة العامة انه هذا الطفل طفل مخطوف وليس ابن فاروق او امل. النيابة في الاول حفظت المحضر، ثم بعد كده قدمت تظلم وتم فتح القضية، وبالفعل اجرى تحليل الدي ان اي لفاروق وامل، وثبت يعني ان الطفل ده ليس من نسبهم، يعني ليس ابنهم. النيابة حققت في الموضوع باعتبار أن هناك تهمة تزوير الخاصة بنسب الطفل للأب والأم واستخراج شهادة ميلاد، لكن تم يعني الانتهاء في الأمر، اعتبروا أن هذا الأمر هو حسن نية من الطرفين، وتم يعني نزع الطفل من أبويه وإيداعه في إحدى دار الإيواء التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي. الكلام ده كان القرار ده كان في فبراير 2022. الأسرة حقيقة كان طبعا هما بالنسبة لهم يعني 4 سنين هو كان حياتهم، حاولوا كل الطرق ان هما يعني يرجعوا الطفل أول يعني يكفلوه على الأقل في بيتهم طبقا للقانون المصري. تركوا كل الأبواب لمدة حوالي من شهر فبراير لحد شهر 8. حقيقة بعد ما فرغت كل الطرق يعني كلموني، وكنت انا قمت بتفجير هذه القضيه على اعتبار يعني ان مستقبل الطفل هو الاضمن ان يكون مع
أسرته اللي تبنته، وليس الأفضل أنه يكون داخل دار اللواء. الحقيقة أنه صدر قرار للأسف قرار سلبي من التضامن الاجتماعي ومن وزارة الداخلية بتغيير اسم وديانة الطفل شنودة من إلى يوسف عبد الله محمد، وبالتالي كان صعب جدا الأسرة القبطية أنها تكفل هذا الطفل أو تأخذه طبقا لقانون الأسرة البديلة، لأنه لازم الكفالة تكون الأسرة من نفس الديانة، يعني لا يمكن أن يكون الأسرة أن أسرة مسيحية تكفل طفل مسلم. وبالفعل بدأت القضية تأخذ مسار الرأي العام في هذا الوقت، وتحولت إلى قضية عامة تتعلق بهذا الطفل، الطفل شنودة وأبويه اللي هم بالنسبة لهم كانت مأساة كبيرة، أنه بعد 4 سنين شبعوا منه، وهو شبع من حنانهم واحتوائهم وحبهم، أن تم تفريقه لمجرد اختلاف الديانة باعتبار أن القرار أخذ بشكل خطأ، ربما يكون لي في بعض الفتاوى القديمة اللي كانت تقال أن الطفل الفاقد الأهلية هو مسلم بالفطرة. تم رفع قضية في القضاء الإداري، وتم تقديم تظلم من دكتور نجيب إبراهيل عضو هيئة الدفاع عن الطفل للنائب العام، وتم فتح القضية. النيابة شمال استمعت لشهود من داخل الكنيسة بأنه تم العثور على الطفل داخل الكنيسة. الكنيسة المصرية أرسلت شهادة رسمية تؤكد أن هذا الطفل تم العثور عليه داخل الكنيسة. وفي نفس الوقت كانت قضية القضاء الإداري مستمرة، ويعني تم تقديم عدد من الطلبات، منها يعني موقف الأزهر، موقف الكنيسة، كان التأكد من أن الطفل شنودة لم يتعرض للأذى بمسح الصليب من إيده ومادة كوية. المحكمة استجابت للطلبات وبالفعل ادت تصريحات، والكنيسة ردت على المحكمة بشهادة رسمية مختومة من نيافة الأنبا مرتيروس تفيد أن تم العثور على الطفل داخل الكنيسة. الطب الشرعي بالفعل تم الاستجابة، وتم عرض الطفل على الطب الشرعي بحضور والدته. دي أول مرة كان والدته تشوف الطفل شنودة في يناير 2023. والدته اللي هي أمال ماهر، هي صح. أمال ماهر مش والدته اللي هي الحقيقية. لا لا لا، احنا يا فل ما حدش يعرف أبدا من هو والد ووالدة الطفل الحقيقي يعني. تمام. وبالفعل يعني تأكد أن الصليب ما زال على إيده. في عدة جلسات حصلت فوجئنا أنه طبعا يعني بعد عدة جلسات داخل القضاء الإداري وتقديم الطلبات المختلفة، وكنا حاضرين جلسة في هذا اليوم يعني أعتقد من حوالي 10 أيام، المحكمة بعد الاستماع إلى الطلبات وانضمام عدد كبير من المحامين، طبعا أعضاء هيئة الدفاع الأستاذ كرم غبيال والدكتور نجيب إبراهيل والاستشار أحمد عبد ماهر، وانضم المجلس القومي لحقوق الإنسان للقضية متضامن مع الطفل بعد تصريحات سفيرة مشيرة خطاب بأن مستقبل الطفل أن يكون مع أسرته التي تبنته. وانضم أيضا المجلس القومي للأمومة والطفولة مع القضية، وحصل طبعا شفنا تبعت يفل حالة الرد العام، الرأي العام سواء المصري أو الخارج مصر، وكافة المؤسسات الحقوقية والإعلامية حتى الرسمية بأن مستقبل الطفل مع أسرته اللي تبنته، لأنه إيه الفايدة أنه يتحط في دار مقفول عليه كأنه في سجن، لن يجد الاهتمام الكافي مثل الأب والأم. وإذا كنا وإذا ما قلنا أن هذا الطفل يعني تقال أنه لا هيزود دين ولا هينقص من دين، لكن الأهم مستقبله، وإحنا عندنا العديد من الأطفال في الشارع هم أولى أن يأخذوا يعني أن هم يأخذوا هذه الرعاية. بعد مرافعات وتقديم حتى رأي الفقه الإسلامي اللي قدمه المستشار أحمد عبد ماهر والأستاذ نبيل النقيب المحامي والعديد من السادة المحامين، حجز القضية نطق بالحكم في آخر الجلسة. وقتها شعرنا أن هناك أمل أن يكون النطق بالحكم وعودة الطفل. يمكن شفنا وتابعنا رد الفعل، والناس يعني كانت في حالة فرح كبير، والأم كانت في حالة فرح كبير أنه سيكون أمر. ده كان قريب اللي أنت بتقوله الأخير، ده كان قريب قوي صح؟ الكلام ده حوالي من أسبوع يعني. أوكي. وبالفعل يعني بعد حوالي انتظار 5 ساعات كنا منتظرين داخل القاعة، صدر الحكم في 7 مساء كان يوم السبت بحكم المحكمة بعدم الاختصاص. وبالتالي كانت صدمة لنا كلنا أن محكمة القضاء الإداري كان عدم اختصاص، لأنه
القضية فولا كانت مرفوعة قضيتين، قضية كان رفعها دكتور نجيب بالطعن على القرار السلبي بتغيير اسم وديانة الطفل، والطعن على قرار ضم إيداع الطفل في دار اللواء. القضية الأخرى اللي رفعها الأستاذ كرم غبرياوي والمستشار أحمد عبد الماهر هو الطعن على القرار السلبي بالامتناع من وزارة التضامن الاجتماعي، لأنه كان تم إرسال طلب للوزارة بتسليم الطفل لأسرته وتم توجيه انذار والوزاره امتنعت. القاضي ضم القضيتين مع بعض، وكان ده يعني كان الدفاع وقتها احتج على ضم القضيتين على اعتبار ان هم مختلفين عن بعض، لكن في النهايه صدر القرار بعدم الاختصاص. كانت صدمه للجميع في هذا التوقيت وحاله من الالم الشديد. يمكن شفنا غضب الراي العام لانه كنا نتمنى ان يكون الطفل مع اسرته. الامور معلش يا نادر، هي عدم التخصيص دي يعني معلش انا برضو بعيده قوي قوي ومش في حاجات يعني وقعت مني، عدم الاختصاص دي معناها ان هو يعني المحكمه مش دي القضيه اللي تقدم قدامها ولا ايه معناه؟ انا مش ايوه عدم الاختصاص يعني المحكمه غير مختصه بنظر هذه القضيه، يعني مش هي الجهه اللي تنظر هذه القضيه. امال مين الجهه؟ وطبعا كنا منتظرين نشوف مين هي الجهه المختصه اذا كان هذا هو قرار اداري. اولا قرار اداري من التضامن بايداع الطفل في دار اللواء، قرار اداري من وزاره الداخليه بتغيير اسم وديانه الطفل، فبالتالي قرار اداري هيتم الطعن عليه فين؟ طب اوكي، يعني هي المفروض القضيه دي كانت اتقدمت لمين لما متقدمش ما هم اللي ابتدوا بالاجراءات دي الاول؟ هو الجهه المفروض هو القضاء الاداري هو المنوط ليه النظر في اي قرارات اداريه بتصدر من جهه اداريه تابعه للدوله. تمام، المفروض يعني. لكن احنا ما نعرفش مين، لان احنا لحد دلوقتي اسباب الحكم ما طلعتش، فكنا منتظرين نشوف اسباب الحكم على اعتبار انه هيتم تقديم طعن في المحكمه الاداريه العليا اللي هي اعلى من القضاء الاداري. لكن طبعا خلال هذه الفتره او هذا الاسبوع حصلت تطورات جديده للاسف الشديد، انه خرجت السيده اللي هي قدمت البلاغ ضد الطفل شنوده في فيديو على احدى المواقع، ونشرت طبعا تصريحات خطيرة جدا من شأنها كانت يعني تسبب أزمة داخل مصر وربما تسبب أزمة طائفية. عندما ادعت بدون دليل نهائي أن هذا الطفل هو ابن سيدة، هذه السيدة أيضا هي قريبة للسيد فاروق اللي هو والد الطفل، وإني هذا الطفل هو أبوه مسلم، باعتبار ان هذه السيده واحنا اسمها معروف السيده رانيا، كانت من فتره من فترات في 2000 اختفت في 2016 لظروف والخلافات الزوجيه، ثم عادت في اول 4/2017 بارادتها عندما اتصلت بزوجها وعبرت عن اسفها وندمها، وتم خلال هذه الفتره يعني اعاده الاوراق مره اخرى واعادتها والعدول عن الأوراق الخاصة بيها واستخراج بطاقة جديدة بمسيحيتها. أنا ما كنتش فاهمة النقطة دي خالص. تمام. نعم. يعني هي ما كانتش أوكي. يعني هي كانت اختفت، وبالتالي السيدة مريم اللي هي قدمت الشكوى ربطت أنا عايزة أفهم، مريم هي اللي قدمت الشكوى في رانيا. ورانيا هي اللي مريم خرجت في فيديو ايوه على الرأي العام وبثت وقالت ان هذا الطفل هو ابن رانيا وابوه مسلم. اوكي علشان اختفائها اوكي. نعم تمام. وطبعا هذا يعني تشهير والخوض فيه والنيل من شرف واعراض اشخاص دون دليل، وكان كارثه بكل المقاييس، حتى انها يعني وجهت لي كلام كان انا يعني كاني كنت عارف الموضوع اثناء تفجير القضيه، والحقيقه انه انا لا يمكن ان احنا ننيل من شرف اشخاص. وانا رجعت في الكنيسه وقتها لسيدنا الانبا مارتيروس واكد وقتها انه لا علاقه لرانيا بهذا الموضوع. طبعا هذا الموضوع خد نطاق كبير. طبعا السيده مريم للاسف في الفيديو ادلت باتهامات خطيره للكنيسه والاديره من شانها، يعني هو يعني ما كناش بنسمع الكلام ده غير في ايام الاخوان، لما قالت ان السيده رانيا دي كانت يعني تحمل هذا الطفل وكانت محبوسه جوه دير لحد ما ولدت وتم تسليم الطفل بعد كده لفاروق وامال. وهذا ادعاء كاذب، لان الاديره عمرها ما كانت مكان لهذا الامر، وعمر الكنيسه
ما بتتسطر على شيء في هذا الأمر أو ترتكب مثل هذه الأمور. وبالتالي ده اللي خلى السادة المحامين يتقدموا تاني يوم ببلاغات رسمية، ببلاغات ضد مريم يوسف إلى المحامي العام بنشر أخبار كاذبة وإثارة الفتنة الطائفية والإساءة إلى الكنيسة وإلى الأديرة دون دليل. وبالفعل تم تحديد أول نظر لهذه الجلسات في 6/5 القادم في محكمة الجنح. السيدة مريم استمرت في أيضا في نشر فيديو آخر تؤكد نفس الأمر، إنها متأكدة من نفس الأمر، وإني إني لو الموضوع غلط رانيا تظهر وتتكلم. والسيدة رانيا خرجت بالفعل وفي مداخلة وقالت إن هذا الأمر غير صحيح، وخرج محاميها وموكلها الرسمي الأستاذ مايكل لوقا وأكد إنه هذا الأمر غير صحيح، لأن الأستاذ مايكل هو اللي كان ماشي معاها من أول ما رجعت لحد دلوقتي، يعني هو متابعها. يعني يا أستاذة فلة، هي لو كانت السيدة هذه حامل وهي رجعت شهر 4/2017 والطفل شنودة اتوجد في مارس 2018، يعني سنة كاملة وهي بتلف وبتروح بتقابل الجهات الإدارية والسجل المدني وتحريات الأمن الوطني، فطبعا لو كان في أي أمر خاص إنها حامل ما كانش هيحصل تغيير لأوراقها تماما. ورغم ذلك هو انا بس يعني بنتبني حاجه كده، سؤال معلش، هو تغيير ورقها ان هي ترجع تاني، هو ده الموضوع بقى سهل؟ لان انا ما اعرفش، انا فاكره ان هو كان طبعاً طبعاً لا كان شيء صعب جدا جدا، يعني كان اشبه بالمستحيل. انا مش عارفه يعني الدنيا بقت اسهل يعني في الموضوع ده، ولو اسهل دي حاجه عظيمه جدا. يعني احنا طبعا كان عندنا قضايا العائدين للمسيحيه، كان في 2010 كان عندنا عدد كبير جدا من الاشخاص اللي هم ما كانوش قادرين ان هم يغيروا اوراقهم بعد رجوعهم للمسيحيه رغم الحصول على قرار عدول من البطريركيه الاباط الارثوذكس، فبعدها صدر حكم بالفعل برجوعهم لديانتهم، واصبح منذ صدور هذا الحكم اصبح الامر قاعده عامه ان يحق لاي فرد يعني اشهر اسلامه ان يرجع الى ديانته مره ثانيه بموجب شهادة رسمية من الكنيسة الأرثوذكسية. فالأمر أصبح طبعا سهل، وده يعني من فترة طويلة يعني. كويس. تمام، فقلنا إنه مريم طبعا تقدم شكوى، ورانيا عملت وأكدت هذا الأمر. وبالفعل يعني يوم السبت الماضي المحامي العام طلب رانيا بالفعل، وذهبنا معها، وكان معها برفقتها زوجها المحترم جدا اللي ساند زوجته، يعني وقف معاها وفي ظهرها وكان لها كل الاحترام. وتقابل المحامي العام مع السيدة رانيا وموكلها او الاستاذ مايكل لوقم، وكان موجود طبعا الدكتور نجيب والاستاذ كرم غبريال، وقعدنا تقريبا لحد نص الليل في التحقيقات، ثم تم احالتها لطب الشرع لاجراء تحليل الدي ان ايه، وذهبت بالفعل واجرت التحليل. وبالامس يعني كان في لقاء المحامي العام طلب دكتور نجيب وطلب مدام امال واستاذ فاروق، وكانت ظهرت النتيجه بالفعل ان العينه سلبيه، اي ان هذا الطفل ليس ابن رانيا. وبالتالي بترد على كل الاكاذيب والاتهامات التي وجهت لها ونالت من شرفها، حتى ان والدتها للاسف اصيبت بجلطه نتيجه هذه الاخبار السيئه اللي نالت من شرف بنتها، وهي والدتها حتى الان في المستشفى يعني. فطبعا كان خبر مهم جدا يرد على الاتهامات، وكل من شوه سمعه السيده رانيا وشوه من سمعه الكنيسه والاديره واثبت براءتها. وبالتالي اصبحت يعني رانيا لها حق في انها تقاضي كل من نال من شرفها ووجه لها هذه الاتهامات الكاذبة وأثر أو أضر بها نفسيا ومعنويا. وبالفعل كانت المفاجأة بالأمس أن المحامي العام أعاد الاستماع إلى أقوال السيدة أمال والسيد فاروق والد الطفل شنودة بالتبني، وكان في حضور ممثل عن المجلس القومي للأمومة والطفولة والدكتور نجيب جبرائيل، وأثبت أقوالهم الجديدة أن الطفل وجد داخل الكنيسة، وكانت الكنيسة بالفعل قدمت شهود خلال التحقيقات الماضية أنه الطفل وجد داخل الكنيسة،
وتم تقديم الشهادة الخاصة بالكنيسة أن تم العثور على الطفل داخل الكنيسة. وكان هذا الأمر يفل في تحويل القضية وتسهيل الأمر أن يكون الطفل شنودة مع أسرته قريبا جدا بناء على هذا. أنا بص، أنا طبعا جسمي مقشعر جدا من اللي أنت بتقوله، أكيد فرحانة جدا، بس دايما بيجي في دماغنا لما بنسمع خبر زي ده، يعني بيبقى فعلا هيرجع يعني ولا لا؟ أنا ولا أقدر أقول لك، أقدر أقول لك إن كل المؤشرات بعد ضم القضية بالأمس أو إعادة تعديل الأقوال، كل المؤشرات وحسب ما كنا موجودين امبارح مع هيئة الدفاع ووالد والدة الطفل واستمعنا ليهم، أن مجرد يعني حسب ما أعلنت هيئة الدفاع رسميا. أيوة أنا عايزة رسميا دي والدة الطفل، هي ده النقطة. هو ده يعني هيئة الدفاع رسميا أعلنت إيه بقى؟ هو ده الكلام المهم جدا، أن الأمر رجوع الطفل شنودة مجرد إنهاء للإجراءات من قبل المحامي العام. يا رب يا سيدي. لأنه طالما يفل تم إثبات إن الطفل اتوجد داخل الكنيسة، فهنا المشكلة تتحل. ليه؟ لأنه هيصبح طبعا الطفل مسيحي. ما انا كنت شايفه فتوى، بس انت عارف ان احنا مش بنستقي يعني معلوماتنا، او انت عارف احنا تعلمنا ان احنا بنبقى موجودين في قلب الحدث، فانا للاسف الشديد عشان انا مش موجوده فمش متاكده، بس انا كنت شايفه وناس كتير بتنشر على النت اخبار كتيره قوي واقاويل كتيره، فعشان كده انا محتاجه اسالك، هو فعلا الفتوى اللي ظهرت دي ان الطفل اللي اتوجد داخل كنيسه دوا بيبقى للكنيسه يعني، ولا فهمها لي اكتر؟ انا عايزه اتاكد منها اكتر. الازهر لم يرد على تصريح المحكمه بابداء رايه، لكن فوجئنا بعد حكم المحكمه بصدور فتوى من الازهر على موقعه الرسمي انه اذا وجد الطفل داخل مكان ذمي يعني مسيحي، فهو يتبع من وجده، يعني يتبع الكنيسه. وعلى فكره هي فتوى مش جديده، هي موجوده من زمان وموجوده معانا يعني. وبالتالي الفتوى دي كمان كانت موجودة امبارح في أثناء لقاء المحامي العام مع والدة الطفل ووالده بالتبني، كان تم إرفاق هذه الفتوى في محضر القضية. وعشان كده بقول لك يعني إنه طالما تم إثبات إن الطفل وجد في الكنيسة، فالمشكلة اتحلت إزاي؟ إنه بكل الأحوال إنه أولاً حلين، يا إما بيتم إيداع الطفل في دار مسيحية وبالتالي يحق للأب والأم إن هم يستخدموا قانون الكفالة أو قانون الأسر البديلة لكفالة الطفل طبقا للقانون الأسر البديلة، أو إنه بيتم إصدار قرار بتسليم الطفل مباشرة للأم والأب طبقا لقانون الأسر البديلة. لكن الأمر طالما تم إثبات، إحنا كان كل إشكاليتنا يفل ليه في الأزمة كلها إنه في المحضر الأول لما النيابة حققت وانتزعت الطفل من أسرته، الحقيقة إن المحضر لم يثبت أقوال إنه الطفل اتوجد في الكنيسة، لكن اتقال إنه الطفل اتوجد في الشارع لأمور خاصة ب يعني نقدر نقول الهدف منه القضية تخرج بشكل معين عشان الأب والأم. لكن في النهاية تم إثبات هذا الأمر في المحضر، وبالتالي كل نقدر نقوله إنه إن شاء الله. معلش، هو مين اللي كان يعني ما كتبش فكرة إن هو اتوجد في الكنيسة من الأول؟ ما متهيألي لو كتب النقطة دي ما كتوفرت كتير قوي. هي الامور قانونيه تتعلق بموضوعات مختلفه، لانه طبعا وقتها كان الاب هيتوجه له تهمه تزوير، يعني الاب كان متوجه تهمه تزوير لانه طلع بطاقه، طلع شهاده ميلاد باسمه هو، وده ممنوع. احنا ما عندناش تبني في مصر، دي مشكله، والقانون المصري بيقول ما فيش تبني، رغم ان احنا المسيحيه عندنا في تبني، ولائحه 38 اللي تم تعديلها في سنه 2008 ماده التبني موجوده فيها، لكن القانون المصري طبقا للمادة الثانية من الدستور بتمنع التبني، يعني تعطي الكفالة. يعني ايه كفالة؟ ان اخد الطفل اربيه واصرف عليه، لكن ما اقدرش ان انا انسبه لنفسي،
اسمه كامل، يعني ما نسيبش الاسم كامل لهذا الطفل. فطبعا لما حصل انه الاب استخرج شهاده الميلاد باسمه كامل للطفل، فده يعتبر مخالف للقانون، وبالتالي الاجراءات يعني لانهاء هذا الامر يعني لامور مختلفه احنا مش عايزين نخوض فيها. انه كان تم العثور على الطفل في الشارع، ولكن امبارح تم تعديل الاقوال مره اخرى ان تم العثور على الطفل داخل الكنيسه، وده بشهاده رسميه من الكنيسه وبشهاده شهود تم تقديمهم للكنيسه، وتم تقديمهم برضه للمحكمه اثناء تدويل او تداول القضيه. فنقدر نقول انه هذا الامر يعني ان شاء الله المره دي احنا في طريقه للحل جدا، ووقته قريب. احنا عارفين على فكره فل، احنا تعبنا جدا جدا من السوشيال ميديا ومن الاخبار المتضاربه ومن الناس اللي هي بتشير اخبار من غير ما تتاكد، ومن الناس اللي هي بتشارك حتى في تشهير اخبار زي اللي نشرتها السيده مريم ونالت من سمعه اشخاص ابرياء. فالحقيقه دايما رساله نوجهها لكل الناس، ارجوكم دايما قبل ما تشير خبر اتاكد من صحته ومصدره، لانك انت مصدره بتشارك فيه بالظبط مصدره منين. يعني انا لما بصراحه ابص في قضيه زي دي انا بدخل عندك، لما بحب ببص بدخل عندك، انا عارف مصادر موثوق فيها بدخل عليها. لكن اي حد اشير حصل فاكتب واتكلم لا. وفي اوقات كمان تعلمنا ان احنا مش اي حاجه تتشير مفروض، لان انت لو انت على فكره انت ممكن تبقى انت نيتك او انت نيتك يعني انتوا او انت نيتكم ان احنا نساعد او ان احنا الموضوع يتحل، بس للاسف الشديد احنا ممكن نكون بتبوظ دنيا بالكلام الكتير بتاعنا. ف يعني بننشر حاجات غلط وكمان تبقى اتعلمنا في حياتنا وفي عملنا، وانت كنت معانا، ان احنا عندنا كمان حاجه اسمها المسؤوليه المجتمعيه. يعني انا ممكن تصلي معلومات واخبار كتير جدا، لكن مش كل شيء ينشر. الله ينور عليك يا نادر، الله ينور عليك. بنسعى دايما للسلام المجتمعي يا نادر، ومصلحة الافراد. النقطه دي حلوه قوي منك، النقطه دي حلوه قوي منك. انا اسفه ان انا قطعتك. ليه بقى؟ انا ممكن كصحفيه انا ممكن عندي معلومات حلوه جدا وبعرف اجيب اخبار واجيبها من قلب الحدث ومن جوه ومن، بس الشطاره ان انا ما افكرش في نفسي، بس ما بقاش انا بفكر عشان اعمل بروباجندا واعمل واسمي يتنشر ويلا شير 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 واسمي يبان في كل حاجه. اقول في معلومات ما ينفعش تقال، في معلومات حقيقي بتبقى ما ينفعش تقال، علشان احافظ على المجتمع. زي ما انت قلت، المسؤوليه المجتمعيه اللي بتقع علينا كصحفيين وكاعلاميين بتدينا ان احنا مش اي حاجه تتقال، ومش اي حاجه عشان اعمل بروباجندا وعشان مشاهده. المشاهده انا ممكن اعمل مشاهده في اي حاجه، بس يجي بعد كده بعديها الاقي بلاوي سودا حصلت، كوارث بتحصل. عارف نادر، انا فاكره حاجه كده، حادثه كنت انت موجود فيها لو تفتكر، حادثه العمريه. طبعا انا فاكره كويس قوي حد من السلفيين، يعني حد كان بيتعامل معايا محترم جدا وشخصيه من الناس اللي كانت ماسكه الدنيا هناك. فهو وقف معايا قال لي يا استاذه احنا عندنا في الحته بتاعتنا لو معزه جت مش عارفه فين، مش عارفه دست على ارض تاني، بتعمل مشكله. انتوا مش فاهمين المنطق بتاعنا، انتوا مش عارفين ان احنا هنا عاملين ازاي، انتوا بتتكلموا بمنطق المجتمع بره. اوقات كتير قوي احنا كمان بنبقى بننقل، انا عايشه في امريكا دلوقتي، فانا ما اقدرش اتكلم الثقافه الامريكيه في مصر، وعلى فكره جوه مصر في ثقافات مختلفه، المنطقه دي غير المنطقه دي غير المنطقه دي. فانا لازم القانون بيحكم الجميع، ده المفروض، بس انا في حته تكايه كده بتبقى موجوده جوه المجتمع المقفول على نفس ده، مش 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 معروفه للعامه، وانا لازم احترمها على فكره. صحيح صحيح، يعني انا باكد على كلامك. يعني فل، يعني اذا كانت هذه السيده وجهت في الفيديو وقالت للاستاذ نادر شكر عارف الموضوع، لو انا يعني هي طبعا بينهم من بعض خلافات، هل معقول ان انا كنت اخرج في هذا التوقيت في شهر 9 واقول ان هذه السيده فلانه هي والدة؟ ما تطلعش منك، لا ما تطلعش منك، لا ابوك مسلم. يعني هل من معقول الناس تقول ليه ما قلتش؟ اقول ايه؟ اقول حاجه اتنين بينهم خلافات، اقول امر واخد في اعراض الناس من غير ما يكون عندي دليل؟ انا قلت لهم كلمه
لهذا الشخص، مش هي اللي كلمتني، الشخص قريبها اللي كلمني، قلت له لو عندك دليل واحد اطلع للنيابه العامه، هذه هي جهات التحقيق، هي اللي تحقق وتقول، مش انا جهات التحقيق، لانه انا لا يمكن اخوض في شرف حد. وبعدين ورغم ذلك انا حققت في الموضوع وتاكدت وقتها ان السيده رانيا ليست ام الطفل سنودة، فاكيد لا يمكن هنجيب سيرتها لان الموضوع خارج الاطار يعني. فده اللي عايزين نقوله، نفهم الناس في فرق بين السوشيال ميديا وفرق ما بين الصحافه والاعلام. احنا لينا يعني موثيق واقسمنا عليه ان احنا بكل التفاصيل بنحاول نلتزم بالدقه والتحريات على قدر المعلومات اللي احنا بنحاول نوصل لها. احنا بنحاول بنبذل مجهود ضخم جدا عشان نقدر نوصل لجزء من او تفاصيل الحقيقه او ما يمس الحقيقه، لكن مش كل شيء ان احنا ممكن ننشره صح او كل شيء او يتقال. احنا دايما برضو انا في النهايه انا دايما ببص ان احنا دورنا كصحفي او اعلامي ان انا جزء في حمايه السلام المجتمعي للمجتمع وللاسره، وفي نفس الوقت انا بقدم قضيه انسانيه وبقدم قضيه بمستندات واوراق موجوده معايا وتفاصيل ومحاضر، والهدف في الهدف الاول والاخر هو هدف انساني ومصلحه الطفل. المفروض يا نادر ان الصحفي او الاعلامي دوره مهم جدا يعني، صدقوني ده يعني دور مقدس جدا. احنا ربنا عطينا نعمه كبيره جدا جدا ان احنا نساعد الناس، مش ان احنا نبقى بنبوظ الدنيا وبنخرب الدنيا وبنولع في الدنيا، ده احنا المفروض نساعد ان الدنيا تهدى وان الدنيا تبقى كويس. نقول الحقيقه بس نقولها، مش لازم التفاصيل كتير ممكن الناس ما تفهمهاش، هي دي النقطه الخطيره جدا. بس عارف انا برضو شاغل بالي وشاغل بال ناس كتيره قوي، ايه اللي جاي دي؟ ايه اللي جاي يعني؟ انا مش عارفه يعني، انا نفسي افرح ويعني ممكن افرح لما نشوفه مع امه خلاص يعني. انا نفسي يعني انا اقدر اقول لك يعني ان شاء الله يعني من خلال اللي شفناه من اتصالات من المحامي العام والكلام اللي حصل امبارح، انا طبعا ما بحبش اقول خبر غير لما يكون اكيد. ايوه متاكد يعني، انا ما اقدرش مهما ما عنديش حاجه اسمها السابق الصحفي ولا الكلام ده غير لما يكون عندي المعلومه بدقه ومتاكد منها 100%. لكن المره دي انا بقول المؤشرات اللي موجوده بتشير ان قضيه الطفل شنوده في طريقها للحل، في طريقها للحل. بس في ناس كاتبه دلوقتي ساعات قليله وهيبقى في حضن امه. انا شفت الكلام ده، عشان كده بقول لك يعني يعني بعيد عن اللي بتكتب، ما بنقدرش نقول غير لما يعني الطفل يبقى في ايدينا، يعني مش هنقدر نقول الكلمه دي غير لما الطفل يبقى في ايدينا. لكن كل اللي اقدر اقوله ان الموضوع في طريقه للحل. امين يا رب. طيب اللي جاي بقى لشنوده يعني تفاصيل، هل اسمه هيرجع تاني شنوده؟ لا، هو اسم شنوده مش هيرجع طبعا بالاسم، هو هيرجع اسمه شنوده طبعا، هيبقى اسمه شنوده، لكن مش هيبقى باسم الاب كامل، يعني مش هيبقى شنوده فاروق فوزي مركبيوس مثلا يعني. ممكن يبقى شنوده فاروق والباقي الاسم مختلف، لكن هو هيرجع لديانته واسمه كشنوده. وطبعا موضوع الاسر البديله بيكون لها شروط معينه، لازم يتم التاكد من المكان اللي هيقعد فيه الطفل وسلامه الاب والام، وبيعملوا تحاليل مثلا تحليل مخدرات ويتاكدوا من الظروف المتاحه ل انه يتم يعني سلامه الطفل في اثناء الرعايه. كل هذه الاجراءات هو طبقا لقانون الاسر البديله، لكن زي ما بقول يعني الامور ان شاء الله بخير يا فله، وان شاء الله تكون يعني ان شاء الله وشك عليه النهارده يبقى كويس جدا وحلو يعني، ونسمع يعني ان شاء الله اخبار قريبه جدا جدا تفرح كل الناس وتنهي هذه القضيه. وخلي بالك فله، قضيه الطفل شنوده لما اتكلمنا عنها على فكره مش عشان الطفل شنوده، لكن هي قضيه اكبر من الطفل شنوده، هي قضيه عامه بتمس عندنا حالات كثيره جدا زي الطفل شنوده، وده الهدف الاساسي بتاعنا. الهدف الاساسي هو التغيير التشريعي من اجل
مستقبل الأطفال خلال الفترة المقبلة. ده هدفنا الأساسي. أتمنى أتمنى إحنا لازم نشوف حل في هذا الأمر، خاصة أن المادة الثالثة من الدستور بتقول أن المسيحيين لهم حق الاحتكام إلى شرائعهم، وبالتالي إحنا التبنى عندنا مش حرام، التبنى عندنا مباح، وده أعتقد اللي إحنا إن شاء الله الخطوة القادمة هنشتغل عليه. وإن كان حتى بعض السادة المحامين الأفاضل وجدوا لائحة 38 إن مادة التبني ما زالت موجودة في لائحة 38 ولم يتم إلغائها، كل المطلوب إن يتم تفعيلها. وأعتقد إن الفترة القادمة الطفل شنو ده، زي ما شفنا حالات كتير جدا يا فلة، قضايا وحوادث كتير كانت سبب في تغيير القوانين. أمين يا رب. فإن شاء الله يكون الطفل شنو ده هو سبب في تغيير القانون الخاص بالطفولة، بما يضمن مستقبل أفضل للأطفال. ويعني ده اللي احنا عايزين نقوله، انه وجود طفل مع أسرة أفضل بكثير جدا جدا من ان هو يكون موجود في دار إيواء مهما كانت هذه الدار الإيواء. وعلى رأي مدام لا أمال، وأسرة بتحبه بالشكل دوت، قالت يعني الدار ممكن يقدم له الأكل والشرب مش هتقدم له الحب، لكن في الآخر هما موظفين، لكن أنا أم صح. اللي بقدم الحب والاحتواء والحنان والخوف والمستقبل لابنها. يعني في النهاية اللي أنا عايز أقوله تاني كمان يا فلة، إنه ما ينفعش يا جماعة أي قضايا تطلع على السوشيال ميديا، أرجوكم خدوا بالكم من إن كنتوا بتقعوا في مسألة قانونية. أنا كنت هقول لك السؤال دوت دلوقتي، جهات التحقيق النقطة دي مهمة، روح ليها وقدم اللي عندك، هي اللي تحقق وهي اللي تقول. لكن ما ينفعش أي واحد يطلع تجيله كلمة يطلع يقول على السوشيال ميديا احنا فعلا بجد يا فلة تعبنا جدا. يعني معلش يعني مريم اللي طلعت في تعبنا جدا، حتى الناس اللي بدأت تصدق مريم. ايوه اوكي، ليه ما راحتش بلغت على طول او راحت انتوا جبتوا صدقتوا منين؟ على اي اساس تصدق اي كلام مرسل؟ ما دي بقى المشكله اللي انا كنت هكلمك فيها. انا يعني للاسف انا سمعك كويس جدا. انا سامعاك يا نادر. النقطه المهمه يا نادر بتاعه مريم، الرساله اللي احنا عايزين نوصلها للناس في النهايه، التحري والدقه، وبلاش نكون شركاء في نشر انتهاكات ضد اشخاص ابرياء. طيب نادر، النقطه دي مهمه جدا. انت ما كنتش سامعني فكره اللي هيحصل يعني انا عايز اقول للناس معلش انا الصوت عندي ضاع شويه. معلش حصل خير، انا بس عايزه اكد للناس مع حاجه يمكن انت تستغربني شويه. عايزه اقول ان اللي مريم عملته طبعا ده شر كبير جدا وكارثه كبيره جدا، وحاجه المفروض احنا نتعلم ان ما حدش يصدر احكام على حد او حد يبادر بان هو يشهر بحد، لانه بيتعرض للمساءله القانونيه، وده اللي هيحصل للاسف الشديد معاها. بس في نقطتين، المجتمع مش هيرحم لا مريم ولا رانيا. رانيا اتأذت كمان نفسيا جدا جدا، واسرتها اتأذت نفسيا، فالتعويض ليها مش سهل، يعني ان هي تتعوض نفسيا على اللي حصل معاها. يعني ربنا يديها ان دايما جوزها يبقى في ظهرها، وان ربنا يحميها في الوضع السيء اللي هي اتحطت فيه ده. بس انا يمكن عشان انا بقالي كتير قوي يعني البرنامج روحاني واجتماعي، فأنا صعبانة عليا مريم، ودي حاجة غريبة قوي أنا أقولها لك وهقولها للناس. هي صعبانة عليا، صعبانة عليا لأن هي عملت حاجة كبيرة قوي غلط، وهي مش هتترحم من المجتمع ومش هتترحم من الدولة من القضاء. فأنا بصلي كتير قوي من قلبي للست دي، وناس كتير يعني فاضلين بيصلوا لها، أن ربنا يسامحها وأن المجتمع يسامحها وأن هي ترجع لصوابها. وبقول نقطة مهمة قوي، أنا معرفش أنا لو كنت مكانها كنت هعمل إيه. دايما إحنا بنحكم على الناس، طبعا هي غلطت غلطة كبيرة جدا، بس إحنا بنحكم على الناس، بس إحنا ما بنبقاش وقعنا في المكان بتاعهم، فما نعرفش كنت صرف زي ما نعرفش إيه مين حواليها، مين بيمشيها، هي ليه سايبة نفسها كده، ما نعرفش. فأعتقد إن إحنا نجمع الدور الإنساني والمسؤولية برضو الإنسانية والمجتمعية والروحية، وإن إحنا كلنا نجتمع للأسرة دي كلها، مش بس لمريم والشفاء نفسها والشفاء نفس رانيا والشفاء نفس أمال وزوجها، وكمان الطفل دوت اللي هيطلع للمجتمع
موسوم باللقيط. يعني انت خلي بالكو الطفل ده عنده دلوقتي 4 سنين، هل المجتمع المصري هينسى فكرة ان الطفل ده لقيط؟ هل هينساله؟ هل هيتعرض لإيه الطفل ده؟ ف في ناس تقترح ان الأسرة دي، او ناس بتقول الأسرة دي مفروض تاخد الولد ده او الطفل ده وتطلع بيه في اي حتة بعيد عشان المجتمع ما يفضلش يذم فيه، لانه طبعا احنا عارفين الناس بتتعامل ازاي. فما اعرفش الصح، بس اللي اعرفه اللي انا بقالي كتير عايشة فيه ان احنا نصلي للناس دي كلها، الناس دي اتجرحت، الناس دي اتوجعت، الناس دي اتألمت كلهم، حتى الطفل طبعا بما فيهم اللي غلطت في اللي غلطت نفسها دي، محتاجين نصلي لها، لان في قاضي عادل هو في السماء هو هيقضي، وكمان في قاضي على الارض هو هيتصرف معاها. فكفايه كده يعني، هي اخذت جزاها بما فيه كفايه من سب وشتائم وناس كتير دعت عليها وناس كتير اشتركت في ده. فانا بقلب كده يعني، يمكن بقلب كده يعني بسيط، بقول للناس صلوا لها وسامحوها ووصلوا للأسرة دي إن هي فعلا ترجع تبقى أسرة كويسة وعايشة في سلام نفسي، لأن أهم حاجة السلام النفسي. ويا رب فعلا حالة شنودة ويعني قصة شنودة واللي حصل ده يبقى سبب خير لأطفال كتيرة قوي بيتعرضوا لنفس المشكلة دي، ويلاقوا بيوت محتاجاهم وبيوت تتبناهم وبيوت فعلا تبقى حنينة عليهم. نادر، انت معايا في اللي انا قلته ولا فاجئتك بكده؟ ايمي، لا بصي، انا طبعا انا بأكد كل اللي قلتيه فل، خاصة ان هم في النهاية كلهم على فكرة كلهم عيلة واحدة. وللأسف اكتر تضرر اللي انا حزيني جدا هم الاطفال، سواء شنودة او سواء اولاد مريم الاطفال نفسهم او اولاد رانيا. ففي النهايه الاطفال هم يعني اكثر ناس تضرروا من هذه الامور، لانه في النهايه ما نشر على السوشيال ميديا والاعلام هيفضل يطاردهم طول المستقبل، واي شخص ممكن يطاردهم بهذه الامور. فانا بتاكد معاكي يا فل، انه انا ملاحظ الفتره الاخيره الخلافات الاسريه بقت كتير، وللأسف الشديد إن كله بيجري على السوشيال ميديا ويتكلم. يعني ممكن تلاقي زوجة وزوجها وتطلع على السوشيال ميديا وتتكلم رغم إن عندها أولاد، ولم تراعي إن المجتمع بعد كده مش هينسى يا جماعة، مش بينسى. طبعا يا جماعة، ما ينفعش السوشيال ميديا، في الآخر أطفالكم هم اللي بتضروا. أطفالكم دول معهم زمايل في المدرسة شافوهم وهيتكلموا عنهم في أي لحظة، ممكن يعيروهم. فلازم أكون حذر جدا، السوشيال ميديا مش مادة للخلافات ان انا انشرها واتكلم عن حياتي الشخصية او انتهك الحرمة الخاصة، الحرمة الشخصية لأي فرد، دي جريمة. ارجوكم لازم نكون عندنا، نرجع مرة تاني، عندنا الكنيسة، عندنا افراد ذو عقليات او نسميهم العقلاء، نحاول نتكلم معاهم، نحاول نحل مشاكلنا بعيد عن السوشيال ميديا. لو ما قدرناش في القانون الاول، نلجا للقانون قبل ما احنا نتكلم على السوشيال ميديا ونقول امور غير دقيقه في الاخر احنا متحاسب عليها. انا قلتها قبل كده ان الكل هيبقى خسران في المعركه دي، وانا قلتها في اول مره صح. لما فجرت القضيه واحد الاشخاص كلمني وقلت له خلي بالك انك انت لو طلعت هذا الكلام هتكون الكل هيخسر، وبالفعل لان هذه الامور ما ينفعش تكون ماده على السوشيال ميديا. يا ريت نرجع تاني ونقول يا رب، ونحاول نرجع يعني لكنيستنا، ونحاول نرجع لسلامنا، ونحاول نحكم العقل في حياتنا، ونحاول نحل المشاكل. لان انا شايف يا فل انه المشاكل كل يوم بتزيد، بالتحديد اكتر الاحوال الشخصيه والمشاكل الاسريه والعنف الاسري اصبح امر كبير ومقلق، يحتاج الى حوارات وحديث كثير عنه وعن اسبابه وطرق حله. نادر شكري، الكاتب الصحفي، زميل وصديق واخ، بجد انا يعني عاجز عن شكري ليك لما حبيتك، يعني وانس اللي انا طلبت منك ما تاخرتش ابدا عني. بشكرك جدا لوجودك معايا، بشكرك جدا لكل المعلومات اللي قلتها. انا كنت في حاجات كتير قوي ما كنتش اعرفها، فعلا عرفتها منك دلوقتي. بشكرك لوجودك معايا
واتمنى كده تبقى زي ما قلت كده، يبقى وشنا حلو على شنوده يرجع في حضن اسرته قبل العيد، وفعلا ربنا يدي سلام للاسره دي ورب الامور كلها تتحل. انا بشكرك شكرا جزيلا يا نادر. شكرا ليك فل، وشكرا للقناه، وسعيد جدا ان انا اسمع صوتك، وبالتوفيق ان شاء الله. شكرك مشاهدينا في ختام حلقتنا النهارده، وبشكركم وجودكم معانا. يمكن دي اول مره نناقش قضيه زي دي، يا رب نكون ناقشناها بشكل يليق وبشكل فعلا يكون طمنكم. استنونا في حلقه جديده وبرنامج بنت الاصول.